شارك أعداؤنا في مدينة الحديدة اليمنية بسباق ماراثون يوم الأحد الماضي لزيادة الوعي بشأن الوضع المتدهور للمرافق الرياضية، وقد جذب هذا الحدث نحو 600 مشارك يمثلون مختلف المناطق والهيئات الرياضية في الحديدة. في هذه الفعالية الذي شارك فيها ما يقارب 600 مشارك يمثلون الأندية والاتحادات والحارات ومديريات محافظة الحديدة بشكل عام. هذه الفعالية أتت للتذكير للعالم بمحافظة الحديدة خاصة المنسية بما تعانيه، خاصة وبعد تدمير المنشآت الرياضة الذي ما يقارب 90% من المنشآت الرياضية اللي تدمرت من الصالات من الملاعب من كل شيء، ولكن صمود وعزيمة وإرادة هؤلاء الشباب واللاعبين والرياضيين اليمنيين توصل رسالة عميقة للعالم الخارجي بأننا لازلنا صامدون، لازلنا أحياء، نعاني ولكن واقفين. المؤسسة ضمن أنشطتها لتذكر العالم بأن الرياضة في اليمن تعرضت لتدمير جراء الحرب، وتعرضت لتدمير الملاعب وتدمير الصالات الرياضية وتدمير كل شيء. 4 أعوام من الحرب كانت على اليمن، تأثرت الرياضة بشكل كبير فيها. اليوم شاركنا في سباق ماراثون الذي يبلغ 2 كيلو بعد غياب بسبب الحرب لمدة 4 سنوات، واتمنى ان توقف الحرب ونشارك في مشاركات إقليمية وأولمبية.